إذا عندك مشكلة ولا هم ولا حزن ولا فقر ولا مرض ولا أي شيء عندك، إذا سويته الأصل إنه الله يفرج عنك. وهذا الكلام حنا بنسولف، حنا نحتاج دليل حتى حنا ناخذ هذا الكلام بعقولنا وبقلوبنا. الفكرة إنه الناس، حنا كلنا لما يصير لنا شيء، هذا الحل الأول كثير منا يغفل عنه، وهو المفتاح السحري لكل مشكلة تصير لنا. قال صلى الله عليه وسلم، ترى فيه معنى عميق، تكفى اسمع المقطع لأنه بيفيدك كثير. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذنون ما دعا الله بها مكروب إلا فرج الله عنه. خلاص أنا آمنت. طب كيف بعض الناس يقول لك إني أنا والله أسوي أقول دعوة أخي ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وما يفرج الله عني؟ لا إله، الفكرة هي تحتاج استشعار. لا إله إلا أنت، يعني يا رب ما في إله بالكون إلا أنت، سبحانك. علق ابن تيمية وقال: يعني يا رب إنك أنت منزه، تكفى اسمع الكلام بقلبك، يعني يا رب أنت منزه إنك تعاقبني بدون ذنب، منزه يا رب إنك أنت تعاقبني بدون شيء أنا ارتكبته، إني كنت من الظالمين، يعني يا رب أنا اللي ظلمت نفسي. هذا الشيء إذا أنت قلته، الأصل إن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وتتكرر في أكثر من موقف، من موضع في القرآن، إنه أنت يا أيها العبد إنك أنت اللي تظلم نفسك، الله ما يظلمك. لما تتأمل حال الأنبياء تجدهم هم أفضل البشر، أفضل الخلق، إلا أنهم يعترفون دائما بالتقصير، يا رب إني أنا ظلمت نفسي. موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا